أهلا بكم أعزائي بفيديو جديد. موضوع الفيديو هو عن الكورس الجديد الذي بدأت فيه في هذه القناة، اسمه تطوير مكونات ووردبريس. طبعا هذا الكورس مخصص للأعضاء وهو كورس متقدم. متطلبات الدخول بهذا الكورس، المتطلبات المعرفية يعني التقنية، يجب أن تعرف أساسيات نود وأساسيات رياكت. وعندما أقول أساسيات يعني أساسيات الأساسيات، يعني ليس شيء معقد وليس شيء صعب. يعني مثلا بالنود مثلا، ما الأشياء التي يجب أن تعرفها؟ مثلا أن تكتب npm i وثم اسم الباكج مثلا، أو تقوم بران سكريبت معين بمثلا npm run start. هل تستطيع أن تكتب مثل هذا؟ جيد جدا. هل نود مثبتة لديك وتستطيع التعامل معها بهذا الشكل البسيط جدا؟ جيد جدا. الموضوع الثاني هو أن يجب أن تعرف رياكت. هل تستطيع أن تفهم يعني هذا الكود؟ ليس بالضرورة أن تعرف ما هو يعني، ولكن هل تستطيع أن ترى هذا الكود وتشعر أن هذا الكود مألوف بالنسبة لك أم لا؟ فبكل بساطة هنا عبارة عن القيام بعمليات import معينة برياكت. أنت تعرف أكيد قمت ب، إذا كنت تعرف رياكت تستطيع القيام بمثل هذه العمليات. وهنا لدينا رياكت function اسمه edit مثلا، وهنا لدينا الكومبوننت المختلفة وهذه الإشارة التي هي React Fragment. أيضا يمكن أن تجدوا on change هنا، فهل تستطيع أن تتعامل مع on change؟ هل تستطيع أن تتعامل مع on click؟ جيد. فهذه الأشياء البسيطة جدا، هل تعرف use state؟ هل تعرف الهوكس؟ هل تعرف use effect؟ أشياء بسيطة جدا جدا جدا، هذه المطلوبة منك أن تعرفها. فمجرد أنك تعرفها فبكل بساطة ما عليك البدء بالفيديو رقم واحد. فيديو رقم واحد هو متاح لكل الناس للجميع، وهو عن إنشاء أول مكون ووردبريس. فإذا هذا الفيديو الأول متاح للجميع. طبعا مع كل فيديو يوجد مصادر تعلم، فبالتالي إذا كنت أنت تريد أن تكون مطور مكونات محترف ف تابع المصادر. يعني هذه الصفحة فيها ليس الفيديوهات فقط، لكن فيها مكمل الفيديو. فإذا ذكرت بالفيديو مثلا ارجع للكود كذا، سيكون موجود أدنى الفيديو. إذا قلت مثلا اقرأ الصفحة الفلانية بالكود، فتكون أيضا موجودة. فكل شيء متاح وكل شيء منظم. جيد. فهذه أول فيديو، إن أنشأ أول مكون. ثم قمنا بإنشاء attributes بسيط جدا للمكون، وأيضا لدينا الآن فيديو color controls. ستكون طريقة الشرح أننا سنقوم بإضافة controls مختلفة للمكون، ونقصد بالcontrols يعني كيف نضيف هذه الأشياء التي نراها هنا، هذه الأشياء التي نراها بجانب المكون. فعندما نضيف أي مكون بووردبريس مثلا فقرة ونقوم بالنقر هنا، ستجد هنا ماذا؟ خصائص هنا موجودة. هذه الخصائص إذا أردت أن تنشئ مكون مخصص فكيف تضيفها؟ أيضا مثلا إذا أردت أن تضيف مثلا هنا هذا الشيء الذي يظهر هنا، كيف تستطيع أن تضيفه؟ فإذا هذا الشيء الذي سيتم تعليمه وتدريسه في هذا الكورس. وثم سننتقل لكيفية جلب الداتا من ووردبريس. فإذا هذا الكورس فعليا كورس متقدم منذ بدايته حتى نهايته، لكن بكل بساطة مجرد أنك تعرف المتطلبات التي قلتها رياكت ونود، وثم قمت بتتبع هذه الفيديوهات، فستصبح الأمور أسهل. وكلما قرأت بالدوكيومنتيشن، عندما أقول لك اقرأ وتذهب وتقرأ، فعليا أنت ستسير نحو أن تكون مطور مكونات محترف. هذه المهارة إذا كنت مهتم بووردبريس، هذه المهارة ستفيدك جدا 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 في السنة أو السنتين القادمتين. فإذا هذا كله لهذا الفيديو. لكن قبل أن أنهي أذكركم أن هنا لدينا المصادر التعلم، فمثلا توثيق هذا أضفته، مهم جدا، أنا أتحدث عنه بالفيديو بالفيديوهات. هنا القائمة التطوير كاملة، وهنا الكود، وأيضا هنا تجدون متى تم تحديث الكود في النهاية، وأدنى كل فيديو تروم المصادر، وهنا تروم مدى تقدمك في الفيديوهات. جيد. يعني مدى تقدمك في المسار. فإذا شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، نلتقي لاحقا، مع السلامة.